السلام عليكم، انا محمد يحيى من تيم الاس، وان شاء الله النهارده هنشرح السكند اوردر او دي وذ كونستانت كوفيشنت. يعني ده من اسهل المواضيع تقريبا الموجوده في المنهج. انا مثلا سؤال زي ده بيقول لك فايند ذا جنرال سوليوشن تو ذا فولوينج واي دبل داش ناقص واي داش ناقص 6 واي ناقص 0. طب مبدئيا بس يعني ايه الاول جنرال سوليوشن؟ الجنرال سوليوشن ده بيتكون من جزئين، الواي سي زائد الواي بي. في حالة الهوموجينيوس او ان انت يكون عندك الجزء ده بصفر، نص الطريق راح عليك، الواي بي هنا بتعتبر زيرو. طيب انا ازاي بقى اجيب الواي سي؟ انت هتعتبر ان كل واي هنا هي ام، وان الدرجة اللي هي موجودة فيها هتمثلها بالباور. يعني مثلا في الحالة بتاعتنا اللي موجودة هنا، يبقى عندك الأوكسيلاري إيكويشن ام سكوير ماينس ام ماينس 6. طبعا هنا ده واي عادية، مش ديريفاتيف، فهتمثلها كده ام سكوير ناقص ام ناقص 6. دي هتحللها عشان تطلع الروتس. عندك ام سالب 3 ام زائد 2، عندك هنا ام 1 بتساوي 3، وام 2 تساوي سالب 2. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الواي سي، خلينا بس نقول مبدئيا ان الحالة دي ان انت يكون عندك التو روتس، حاجة اسمها الريال نمبر، ان انت عندك الروتس ريال نمبر مش كومبلكس مختلفين عن بعض. هنستعرض الحالات كلها، هما تلات حالات هنستعرضهم في تلات امثلة. دي الحالة الاولانية اللي هي حالة ان الروتس عندك مختلفين بس الاتنين ريال نمبر. يبقى هنا اقول ان الواي سي بتساوي سي ون e باور m1، m1 هنا اللي هنا 3 x زائد c2 e باور m2 اللي هي سالب 2 x. طبعا الواي بي بزيرو، يبقى هنا الواي سي هي اللي بتساوي الجنرال سولوشن. انا كده وصلت لحل المسألة بتاعتي. هنيجي نشوف مسألة تانية نطبق فيها نفس الفكرة. واي دبل داش ناقص 6 واي ناقص 9 واي يساوي 0. نرجع تاني نطبق نفس الفكرة، ام سكوير ناقص 6 ام ناقص 9 يساوي 0. الاختلاف ان هنا ان الروتس هنا الريال نمبر بس سيميلر، او بمعنى اصح انت عندك روت، انت عندك روت بيتكرر مرتين. فتقدر تقول ان هنا ان ام واحد ام اتنين بتساوي 3. يبقى هنا الواي سي سي واحد اي باور 3 اكس زائد سي اتنين اي باور 3 اكس. علشان نميز هنا بين السيميلر روتس نضرب واحد من الطرفين دول في اكس. ده علشان حالة السيميلر روتس.
اخر حالة عندنا هي حالة الكومبلكس نمبر. يعني عندك مسألة بالشكل ده، ترجع تطبق نفس القواعد m سكوير بلس 5m بلس 2m عفوا بلس 2m بلس 5 ايكوال 0. هنا ال m هتقدر تجيبها باستخدام القانون العام، سالب b موجب او سالب b سكوير ناقص 4ac all over 2a all over 2a. يبقى عندك هنا سالب 2 البي سكوير، البي عندك باتنين، بي سكوير باربعة ناقص 4ac اللي هو حوالي 20 او 20 على الاتنين هيديك سالب 1 زائد 2i. هنا الجزء ده احنا بنسميه الفا، وهنا الجزء ده اللي هو الجزء الكومبلكس احنا بنسميه بيتا. تقدر تقول ان هنا الواي سي، الواي سي هنا بقى هتبقى مختلفة شوية. واي سي بتساوي سي واحد اي باور الفا الفا اكس كوزاين بيتا اكس زائد سي اتنين اي باور الفا اكس ساين بيتا اكس. دي الجنرال رول اللي انا بحل بيها المسائل بتاعت الكومبلكس روت. طبعا انا عندي هنا الفا بتساوي سالب واحد والبيتا بتساوي اتنين، يبقى هنا الواي سي هتساوي سي واحد اي باور ماينس اكس كوزاين 2x زائد سي 2 اي باور ماينس اكس ساين 2x. كده انا نزلت اجيب الواي سي اللي هي برضو في نفس الوقت الجنرال سوليوشن بتاعي. يبقى انا بكده استعرضت الثلاث حالات بتاعت السكند اوردر او دي اي اللي هي الريال نمبر بس الديفرنت للديفرنت ريال نمبر، وهنا السيميلر روتس لما يكون عندي روت متكرر مرتين، وهنا الحاله الاخيره لما يكون عندي كومبلكس نمبر كل واحده ازاي بجيب الاوكسيلري ايكويشن بتاعتها وبناء عليها ازاي بجيب الجنرال سوليوشن. اتمنى كده ان شاء الله اكون افدتكم، وان شاء الله نكمل فيديوهات تانية ان شاء الله. دمتم سلام.